السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا طلاب السابع الأبطال؟ كيف أموركم؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله بأفضل صحة وأفضل حال، بالتزمين بالكمامة وبالتباعد. تدعون الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنا هذا الوباء والابتلاء في أسرع وقت يا رب العالمين. تحدثنا في الدرس السابق عن القبائل العربية في الأردن، وكان في عنا واجب اللي هو السؤال الثاني، والآن راح نحله سواء، وياريت اللي حله يتأكد من حله أنه هل موافق للحل اللي راح أحطه، لأنه حلي اللي أنا بحله هو اللي راح يكون معتمد. والسؤال الثاني أكمل الفراغ. ألف من أشهر قبائل الأردن التي شاركت في فتح آسف في فتح ليش طلعت معنا فتح في فتح شمال إفريقيا هي لخم وجذام. با الديانة التي اعتنقتها القبائل العربية في الأردن قبل الإسلام هي المسيحية. والآن سوف ننتقل إلى الدرس الثالث، وهو بعنوان منازل الحج الشامي في الأردن في العصر الأموي. وسنبدأ كما تعودنا أن نبدأ دائما بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. طبعا أعزائي الطلاب، كما تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة، وكانت تسمى أو وسميت حجة الوداع، وهي في السنة التاسعة للهجرة. طبعا في هذه الحجة عين الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق أميرا لقافلة الحج التي سوف تتجه من المدينة إلى مكة. فهذا الإشي بيأكد لنا على أهمية وجود أمير لقافلة الحج لكي يسير أمورها وطريقها وطريقة حمايتها والطرق التي سوف تسلكها، فيكون هناك شخص مسؤول عن هذا الموضوع. وما زال هذا الأمر موجود إلى وقتنا الحالي، فهناك يتم تعيين شخص مسؤول عن الحجاج، بالعادة يعني يكون شخصية مرموقة في الدولة، يا اما يكون وزير الأوقاف او مساعده او شخصية مثلا مفتي او قاضي شرعي. وهاي الاشي كمان كان موجود في الدولة الأموية. في الدولة الأموية كانت عند انطلاق الحج تعين أميرا للحج، يكون احيانا الوالي نفسه او وزيرا او مسؤول كبير في هذه الدولة. حتى في عصر الحركة وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات هي المسؤولة عن تنظيم شؤون الحج. وكان في الفترة الأموية، كما تعلمون الفترة الأموية انتقلت العاصمة والإمارة من المدينة إلى دمشق، فصار في مسافة طويلة من أجل الوصول إلى بيت الله الحرام وتأدية مناسك الحج التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الشخص المقتدر مرة واحدة في العمر. فبسبب هاي المسافة الطويلة كان تستغرق معهم مسافة ما يقارب الثلاثة شهور من أجل الوصول إلى مكة. فكان ينادى عادة للحج من النصف الثاني من شهر رجب، كان ينادى في دمشق وفي مصر وغيرها من أجل التجهيز والبدء بالسير في قافلة الحج. وكان للحج وتوديع الحجاج تعم الاحتفالات والمظاهر الجميلة، وكان يخرج الوالي والمسؤولين في الدولة لتوديع الحجاج، وكان ذوي الحجاج يودعونهم في بداية الطريق من أجل أهمية هذه القافلة وأهمية الفريضة التي هم ذاهبون للقيام بها. وكان أيضا الحجاج الذين يريدون أن يأتوا من مناطق بعيدة مثل المغرب ومصر وآسيا كان يسلك طريق البحر ويصلون إلى دمشق، لأن كانت دمشق هي الانطلاق أو مركز الانطلاق إلى مكة المكرمة، وكان ينتقل منها الحجاج وموكب الحجيج. ففي الطريقة هذه الطويلة تستغرق ثلاث شهور، أن بني أمية فكروا في طريق الحج أنه يجب الاهتمام بها وبناء محطات من أجل راحة الحجاج ومن أجل توفير لهم الأشياء مثلا اللي بتنقص عليهم، وتغيير مثلا اللي بده يغير ملابسه، اللي بده يزود حاله بطعام، اللي بده يشتري مزيد من الأغراض. فكانوا يمروا على مناطق تعد سوقا مثل عمان، ورح نحكي عن هذا الإشي الآن إن شاء الله. فوضعوا العديد من المحطات، وكانت آخر محطة لهم في سوريا كانت تسمى الآن كما نعرفه نحن الآن
درعة كانت تسمى زمان الذرعات، وكان طبعا العديد من المحطات كان تبلغ المسافة بين المحطة والأخرى ما يقارب 50 إلى 40 كيلومتر، أي ما يعادل مسافة يوم لهذه القافلة، لأن القافلة كانت سيرة على الأقدام والدواب. وكانت أول محطة تستقبلهم في الأردن هي محطة الفدين، وهي المفرق أو في المنفرق، وهي أول منازل الحج الشامي في الأردن. وعلماء الأثار والأثار الموجودة فيها تدل على أن كان هناك مركزا للحجاج، كان يوجد فيها حمامات وقطع فخارية ومسكوكات وأيضا مسجد، وكله عائدة إلى العصر الأموي. فكان هذا الموقع يخدم الحجاج والمسافرين والتجار. وبعد الأزرق وبعد المفرق يمرون بالأزرق، وأقام بها خلفاء بني أمية القصور، واهتمهم بشكل عام بجميع هذه المحطات. وحتى محطة المفرق كانت مزودة بالبرك والآبار، لأن الحجاج يحتاجون تزود في الماء والاغتسال وغسيل مثلا أوعية والأشياء زي هيك. وبعدها ينتقلون إلى أو يمرون من منطقة الزرقاء، وكان يوجد فيها مركز للحراسة وللرقابة، وكان أهل الزرقاء مشهورون أو عندهم الخبرة في موضوع أنهم يكونوا أدلاء للطرق، فكانوا يؤكدون على أن الطريق، أن القافلة تسير بالطريق الصحيح، وما هي الطريق الذي أن يتخذوها الآن. وبعدها يمرون في عمان، عمان عاصمتنا الآن، العاصمة الحبيبة. كانت عمان في ذلك الوقت تعد سوقا، كان الحجيج يتزودون منها بما نقصهم أو أنه يعني أو نفذ منه، مثلا كان مزود طعام وخلص منه ممكن يتزود في عمان، لأن كانت تعد سوق كبير ومهم جدا. وكان أيضا يوجد فيها مكان لصك العملة، ومن أجل أهمية هذه المنطقة جعلوا فيها هناك حامية عسكرية من أجل تقوم بعمليات الحماية. ومن بعدها يمرون في منطقة القسطة التي الآن تعتبر في الأردن في الوقت الحالي هي جزء من عمان. طبعا تم معرفة أن القسطة هي طريق للحج، لأن كان الحجاج أو بعض الحجاج كتبوا على بعض حجارتها وطرقها أدعية للحجاج، وذكرها بعض الشعراء في شعرهم. ومن بعدها ينتقلون إلى منطقة زيزياء الجيزة، ومنطقة الجيزة اشتهرت كثيرا في برك الماء التي كان يستفيد منها الحجاج ويتزودون بهم ويتزودون بمائها من أجل أن يستخدموها في طريق السفر. وكانت اصلا منطقه زيزياء تعتبر منطقه زراعيه، فكانوا ايضا ياكلون من خيراتها. وكان الخليفه الوليد بن يزيد انه يطعم الحجاج كانوا يمروا من هذه المنطقه 3 ايام، ثم ينتقلون الى محافظه الاردن الجميله التي هي موجوده في الجنوب، معان ابيه والغاليه علينا جميعا. وحتى بني اميه اهتموا فيها ايضا كثيرا، لم تعد من المراكز جدا مهمة أو المحطات المهمة للحجاج، يعتبروا قطعوا مسافة طويلة ويحتاجون إلى راحة جيدة ومكان مناسب. وأيضا بنو أمي وضعوا فيها أو بنوا فيها سوقا كبيرا، وأيضا كان فيها مكان ليضعوا فيها أنه الحجاج أمتعتهم، اللي مثلا هو يكون واحد مثلا حاج ماخذ معه أغراض كثير، تمام، مثلا على سبيل المثال الأواعي اللي هو ماخذها، تمام، هو ماخذها أنه تكفي طول الطريق. هسا عارف أنه الطريق تكملته لمكة وترويحته ما بيحتاج كل هاي الأمتع، بجوز يحتاج مثلا نحكي شنطة واحدة وهو جايب شنطتين، الشنطة اللي زيدة يتركها في معان في مناطق خاصة كانت تحمى فيها ويوجد من يحميها، تمام، زي ما احنا نسميها الأمانات، عشان ما يظل معهم حمول كثيرة ويتغلبوا فيها كثير، لأنه تعرفوا مشقة الطريق. وبعد معان ينتقلون إلى العقبة، وكانت تسمى العقبة في الماضي آيلة، وكانت أحيانا يلتقوا فيها حجاج الشام بحجاج مصر والمغرب، وكانت آخر
محطة للحجاج تسمى المدورة، وكانت آخر منازل الحجاج في الأردن. طبعا هون الكتاب ذاكرنا اللي هي مظاهر اهتمام الأمويين بطريق الحج، وإحنا ذكرناها أثناء سياق شرحنا لهذا الدرس. هم كاتبين عندنا الإنفاق على الحجيج وإطعامهم، تمام، وأيضا كانوا إقامة القلاع والقصور والخانات والأسواق على امتداد طريق الحج، تقديم خدمات الحجيج، كل هذا الحكي شرحناه وحكينا كيف كانوا يستفيدوا منه. وأيضا قاموا بحفر الأبار والبرك لتأمين الحجاج بالماء، وأيضا كانوا يهتموا صحيح بموضوع الطريق ويظلهم يصلحوها ويعتنوا فيها ويحاولوا يطوروا من هاي المحطات وهاي الطرق. وكانوا أيضا يدعموا سكان القبائل والمدن التي أو سكان المناطق التي تكون مجاورة لهذه الطريق، من أجل أن مثلا يدعموا الأسواق ويحافظوا على الأمان في هذه المناطق. والآن أعزائي طلاب، درس كان جميل وخفيف ولطيف، والآن سوف ننتقل إلى أسئلة الدرس. طبعا بالنسبة لأسئلة الدرس، السؤال الأول، عرف ما يلي: قافلة الحج الشامي هي تقليد في الدولة الإسلامية يتجمع فيه الحجاج في دمشق، ويترأس قافلة الحج أحد كبار رجال الدولة لرعاية قافلة الحج خلال مسيرها إلى الأراضي المقدسة. الخان هو موضع استراحة المسافرين والتجار. سرق هذا راح أتركه واجب له المدورة، تمام. أما تعريف المرحلة، شكلي خربطت أنا شوي. المرحلة هي مسيرة يوم وتقدر بحوالي 45-50 كيلومتر، راح يظل عندنا واجب اللي هو المدورة. أما السؤال الثاني، أذكر مراحل الاستعدادات لتيسير قافلة الحج. كانت الاستعدادات الأولى لركب الحج تتمثل بالإعلان عن موعد انطلاق القافلة والنداء بالحج وتحديد مكان تجمع الحجاج، وكان النداء بالحج يتم في أوائل النصف الثاني من شهر رجب سواء في دمشق أو في مصر، وتستمر الرحلة قرابة 3 شهور، وكان يوم خروج الركب الشامي من دمشق يوما مهيبا تقام فيه الاحتفالات وتظهر الزينات، ويودع الركب الخلفاء والأمراء والعامة وذوي الحجاج. أما بالنسبة للسؤال الثالث، بين أسباب ما يلي: أهمية الزرقاء على طريق الحج الشامي، أنها كانت مركزا للمراقبة والحراسة على طريق الحج. والنقطة الثانية باء، اللي هي إقامة حامية عسكرية في عمان للحفاظ على أمن الطريق. جيم، تعدد مسارات قافلة الحج الشامي وطرقها حرصا على خدمة الحجيج وراحتهم. 4، بين مظاهر اهتمام الأمويين بقافلة الحج الشامي. أول شيء الإنفاق على الحجيج وإطعامهم. 2، حفر الآبار والبرك لتأمين الحجاج بالماء. 3، إصلاح الطريق وتوزيع الأموال على القبائل التي تقطن إلى جانب الطريق لتوفير الأمن للحجاج. وحماية أمن الحجاج، تمام. السؤال الخامس، أكمل الجدول الآتي بالمعلومات الصحيحة. عندنا الخان على اليمين اللي هي المدينة، وعلى الشمال أهميتها بالنسبة لطريق الحج الشامي. المفرق، أولى منازل الحج الشامي في الأردن. أما الزرقاء هي مركز، أو عبوها يعني بهذا المربع، مركز للمراقبة والحراسة على طريق الحج. عمان كانت سوقا عامرا على طريق القوافل ومقصدا للحجاج الراغبين في شراء حاجاتهم وسلعهم. زيزياء اشتهرت ببركة الماء الرومانية التي كان يتزود منها الحجاج
بالماء. أما معان كان الحجاج يخزنون فيها أمتعتهم الزائدة في أماكن تتم حراستها إلى حين عودتهم. أما آيلة وهي العقبة كانت ملتقى حجاج الشام بحجاج مصر والمغرب. ولهنا أعزائي الطلاب انتهى درسنا لليوم. كان معكم أستاذكم المحب مهدي عباد، والسلام عليكم ورحمة الله.